بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن داخل سوق الخميس بمحافظة أسوان مع الحاج أشرف قرشي. ازيك يا معلم اسلام؟ ايه اخبارك؟ كل سنه طيب. عامل ايه يا باشا؟ صل على النبي. ايه معانا النهارده الحياه الحلوه دي؟ صل على النبي. ايه سنهم دول اللبانه؟ اكيد يا معلم، ما شاء الله، الله اكبر يا حاج. صل على النبي. كام دول مع بعض ولا واحد واحد؟ مع بعض دول. مع بعض الاثنين؟ كم سعرهم يا معلم؟ 5,000 جنيه، يعني 4,900 جنيه. كام وكام يعني يا معلم اسلام؟ يا كام لا كام فلوس وكام فلوس؟ 25 و24. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حق حي لباني، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. 4,900 جنيه البيع والشراء. 4,900 جنيه. معانا الاحمر دي العمده. صل على النبي حق. نور يا معلم. والله كام ده معلم؟ 26. صل على النبي حق، الله اكبر. فيش عرض للمشاهد بتاعنا حق اسلام؟ شويه اسعار حلوه كده يعني. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ده ب 22. ب 22؟ 2200 دي؟ صل على النبي حق. 2200 دي يا جماعه. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه سنه ده اسلام؟ لباني برضه. ما بنجيبش السال ولا بنجيب اللبان. الباقيين يقعد يذبح، ما كمش بس شغال في اللبان بس. على البو على البو شغال في اللبان بس. ما بنجيبوش. الصلاة على النبي عليك. اللبان حتى تقول لما ياخذوا منك ياكلوا بتبقى لحمته مستوي، بتستوي بسرعه. لكن الساده ما بيستويش، عايز له يوم على النار عشان يستوي. ما شاء الله، هذه السنة يا جماعة قدام حضراتكم، السن اللباني. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي سادة. ايه دي نعية؟ دي سادة. دي نعية؟ لا بقول السن ده سادة. الخروف ده؟ نعية عشر. نعية عشر. كم؟ دول ياجو 50 لحم. الاثنين دول؟ ياجو 50 كيلو لحم. 25 و25 يعني؟ او 26 و24. ما شاء الله. وده 26. فرجني على الباقي كده حق اسلام. دول تعال. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بتوع الغلابه دول. بتوع الغلابه. خروفين دول؟ ايه سنهم يا معلم؟ لباني. كله لباني. ما تجيبش السالفه. احنا عايزين نوري المشاهد اسلام. اهم حاجه اللي هيشوف الفيديو ده يتفرج على السنه صح. اللباني. ما شاء الله، الله اكبر يا حاج. كم دول يا معلم؟ 35. 3500. الصلاة على النبي يا معلم، الله اكبر عليك. 35 كيلو. الصلاة على النبي. ايه في تاني يا معلم؟ الاسود بابيض ده ورونا ده. الصلاة على النبي يا حاج. لباني برضه. تمام، وريني السن عشان المشاهد يشوف. صل على النبي، هذه السنة يا باشا قدام حضراتكم. كام ده معلم اسلام؟ كام؟ 23. 2300. 23. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله اكبر. تمام يا معلم، اللي بعده ده عامل كام يا معلم؟ اللي بعده ده صورناه. تمام، بالصلاة على النبي يا حبيبي. رقم التليفون عندك؟ في حاجة ثانية معاك؟ مليني رقم تليفونك طيب. عندك؟ مليني الرقم. 012 8 11 تكتب 9 9 3 3 0 4 0 4 في اي وقت انا في السيل. المعلم اسلام. ماشي، تبع الحاج اشرف قرش انت. تمام يا حاج. الاسعار دي اسلام المشاهد اتصل بيك هياخد بيها. الاسعار دي. ايوه يا عم. تمام يابا. ومعانا فرش ثاني في القطانيه تحت. فين؟ في القطانيه. في القطانيه. هنا. تمام يا حاج. هاجي اصور معاك. تعال بالليل عند صلاح الطعميه. عند صلاح هي. ايوه تمام. تلقى فرشين تبعنا برضه. تمام. الفرش اللي عند القطانيه تبع الحاج اسلام. والمعلم اشرف قرشي. بالصلاه على النبي يا معلم. بعد العشاء تلقاني قاعد هناك. خلاص تمام، ولو في زبون عايز هيروح ياخذ من هناك. معاك رقم التليفون. تمام، عيد لي رقم التليفون ثاني كده. 012 012 8 8 11 11
9 3 0 4 معلم اشرف قرشي يا معلم منور حج الصلاه على النبي عليك الله اكبر الصلاه على النبي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي ماشي يا معلم اسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.